بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في موضوع الأحاديث القدسية، ونورد في حلقتنا هذه حديثا عظيما منها، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لمسلم: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. وفي رواية لأحمد ومسلم: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإن شئت قبضتهما. دل هذا الحديث العظيم برواياته المتقدمة على أنه لا يجوز سب الدهر، الذي هو الزمن الذي تجري فيه الحوادث التي قد لا تتفق مع رغبة الإنسان أو يتألم منها فيلقي باللوم على الزمن الذي وقعت فيه، مع أنه لا دخل له في إحداثها، فيكون لومه وسبه في الحقيقة موجها إلى الذي أحدثها وأجراها، وهو الله سبحانه وتعالى. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة في كلامه على هذا الحديث، قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدهر. وقال ابن جرير: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك حقيقة. فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو المراد، والله أعلم. قال: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. وقد بين معناه في الحديث بقوله: أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه، فما يجري فيه من خير أو شر فهو بإرادة الله وتدبيره وعلمه وحكمته، لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب على العبد أن يشكر الله عند حصول الخير، ويصبر عند حصول الشر، ويراجع نفسه، فإن ما أصابه من المكاره إنما هو بسبب ذنوبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فبدل أن يلقي اللوم على الدهر ويذمه، يرجع إلى نفسه وينظر في عمله ويصحح خطأه ويتوب من ذنوبه، ويعلم أن الدهر وغيره مخلوق مسخر وفرصة للإنسان يعمل فيه الخير ويقدم لنفسه العمل الصالح
كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قد دل هذا الحديث على تحريم سب الدهر، وأن سبه يؤذي الله عز وجل، ومن آذى الله فقد استحق عقوبته. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمهما الله: قلت: والظاهر أن المشركين نوعان، أحدهما من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك فهؤلاء هم الدهرية، الثاني من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له، ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله، لا لأنه عندهم فاعل لذلك. والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك. قال ابن القيم: وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة. أحدها سبه من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره متذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. والثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر رب الدهر هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل. والدهر ليس له من الأمر شيء، مسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما مسبة الله أو الشرك به، فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أقول: وقد كثر في زماننا هذا سب الدهر وإلقاء اللوم عليه على ألسنة كثير من العوام والمتعلمين والأدباء شعرا ونثرا، وهم يعلمون أو لا يعلمون النهي الوارد عن ذلك، حتى صار هذا مألوفا وجاريا على الألسنة، مع أنه أذية لله عز وجل. والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما يخل بعقيدته ويوقعه في الإثم. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والسلامة من المكروه، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنواصل الحديث معكم في حديث آخر من الأحاديث القدسية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.